الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا الأجر والثواب فيها. كنا بالأمس ذكرنا عددا من أنواع الحيل الربوية التي قد تلجأ إليها بعض المصارف من أجل ترويج المعاملات الربوية، ومن أجل أن يكون لها صورة يظنها الناس سائغة. ووعدتكم في هذا اليوم بأن أتكلم عن الودائع المصرفية. كثير من المصارف يسمي عملية إيداع الأموال في المصارف باسم الودائع، والوديعة هي مال يدفع إلى من يحفظه ويرده بعينه. وإذا نظرنا في هذا التعريف وجدنا أن الودائع أو ما يسمى بالودائع البنكية لا تشتمل على مفردات هذا التعريف، فإن البنك عندما يستلم هذه الودائع لا يحفظها وإنما يقوم بالتصرف فيها، وإذا أراد أن يردها رد مالا مغايرا لما قبضه. ولذلك تعددت نظرات الفقهاء المعاصرين إلى هذه الودائع على ثلاث تكييفات فقهية، فمنهم من لاحظ اسم الودائع وأجرى عليها أحكام الوديعة، وحينئذ قال بأنه يجب ضمان هذه الوديعة لكون البنك تصرف فيها، فإن الأصل في الودائع أنها لا يجب ضمانها على المودع عنده إلا في حال التلف الناشئ عن التفريط أو التعدي. وتصرف المصرف قالوا بأنه نوع من أنواع التعدي، ولذلك أوجبوا عليه الضمان. وهناك من رأى بأن هذه الودائع في حقيقتها نوع من أنواع المضاربة، لأن المصرف يقوم باستعمالها في أنواع من أنواع الاستثمارات، وبالتالي يكون لها أحكام المضاربات. ولكن من المعلوم أن المضاربة إذا تلف فيها رأس المال لم يجب على المضارب ضمانه، وذلك لأنه أمين وقد أذن له بالتصرف بحسب اجتهاده ما لم يقم بمخالفة عقد شركة المضاربة. ولذلك فإن تكييف هذه الودائع على أنها من باب المضاربة ليس منطبقا عليها تمام الانطباق. ولذلك فإن الذي يظهر أن هذه الودائع في حقيقتها قروض، كأن صاحب المال يقرض المصرف والبنك هذه الأموال، وبالتالي يترتب على هذا التكييف عدد من الثمرات، منها أنه لو تلف المال ولو بدون تعد ولا تفريط وجب على المصرف ضمانه، ومنها أن المصرف
يتصرف في هذه الأموال التي ترد إليه وهذه الودائع التي تسجل في سجلاته، وبالتالي ما كان عائدا من استثماراتها فإنه يعود إلى المصرفي. ومن أحكام ذلك أنه لا يرد المصرف إلا مثل ما أودع فيه، ولا يجوز أن يزاد في المال المقرض باسم الودائع البنكية لئلا يحدث ربا، كما تقدم معنا أن من أنواع الربا ربا القروض. ومن ذلك أيضا أن البنوك لا يحق لها أن تقدم تسهيلات مالية بسبب هذه القروض. ويستثنى من ذلك ما يعرف بصناديق الحفظ، فإن في المصارف صناديق يتم تأجيرها مرة ويتم منحها لبعض الأشخاص من أجل حفظ مستنداته وحفظ ما لديه من أوراق يهتم لها، وقد يدخل فيها النقود وما لديهم من ذهب أو فضة أو نحو ذلك من المجوهرات الثمينة. فإن المصارف تجعل لها صالات فيها صناديق للحفظ، يكون المستفيد بيده مفاتيح هذه الصناديق، ولا يتمكن أحد من الدخول إليها أو من الاستفادة مما فيها من الأموال والودائع. فهذه الودائع على اسمها، وبالتالي لا يجب على البنك زكاتها ولا يضمن ما تلف فيها عند عدم التعدي أو التفريط. وبذلك نعلم الفرق بين ما يكون في صناديق الحفظ هذا وما يكون مسجلاً في سجلات البنك، والبنك يتصرف فيه بما يعرف باسم الحسابات الجارية. ولذلك فإن هذه الحسابات الجارية لها أحكام القرض على ما تقدم. ومن المعاملات التي تجريها البنوك مما هو جديد في أزماننا هذا ما يعرف بعقد الإيجارة المنتهي بالتمليك، وهو عقد من العقود التي تستعملها المصارف من أجل الاستفادة مما يودع لديها من أموال هي في حقيقتها قروض، وبالتالي يعود عليها بعائد استثماري. عقود الإيجارة المنتهية بالتمليك يمكن أن يقال بأنها عقود تتضمن تأجير العين بأقساط معلومة، ينقلب العقد بتمام سدادها ليكون مملكاً للمستأجر. وهذا العقد من العقود المستحدثة، وقد وقف الفقهاء في تخريجها وتكييفها مواقف مختلفة يمكن إرجاعها إلى أربعة مواقف. فطائفة من الفقهاء المعاصرين قالت بأن هذا العقد مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، لأن هذا العقد مشتمل على عقدين، أحدهما عقد البيع والثاني عقد الإجارة. وعقد البيع وعقد الإجارة لهما أحكام مختلفة لا يمكن جمعهما في عقد واحد.
وهناك من رأى أن هذا العقد في حقيقته عقد بيع، وبالتالي يكون له أحكام عقود البيع وتثبت الملكية بمجرد العقد، فذلك المستفيد على هذا القول يملك العين ويتصرف فيها على هذا التخريج. وهناك من خرجها على قول عند المالكية في أحكام الوعود الملزمة، فإن الوعد الملزم في مذهب الإمام مالك يجب به الوفاء بذلك الوعد، قالوا فهذا العقد بمثابة عقد إجارة مع الوعد بإتمام البيع حال الوفاء بعقود أو بأقساط الإجارة. وهذا مبني على قول عند المالكية، والجمهور العلماء لا يرون ما يراه المالكية في ذلك، فلا يرون أن الوعد ملزم، وإنما يرون أن الوعد لا يلزم الوفاء به ما لم يترتب عليه تعاقد. والقول الرابع في هذه المسألة أن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هو عقد إجارة في الزمان الأول، ينقلب ليكون عقد بيع بتمام سداد أقساطه. والعقود المعلقة لها نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي، فإن الناظر في عدد من العقود يجد أنها قد كانت عقوداً موقوفة على ثبات أمر من الأمور، ومن ذلك بيع الفضولي. المراد بالفضولي ذلك الذي يتصرف في ملك غيره بدون أن يكون معه وكالة أو إذن من المالك أو الشارع، فالفضولي إذا قام ببيع سلعة لا يملكها حينئذ هل يصح تصرفه؟ قال كثير من الفقهاء بأنه لا يصح تصرفه لقول لما ورد في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة وجماعة ورواية عن الإمام أحمد بأن تصرفات الفضول موقوفة على إذن المالك، ويستدلون عليه بما ورد في حديث عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وطلب منه أن يشتري شاه، فاشترى عروة بهذا الدينار شاتين ثم قام ببيع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه شاتا ودينارا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا الحديث قد ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وبعضهم تكلم فيه بأن الراوي قال سمعت أهل الحي يقولون عن عروة كذا وكذا. ومثل هذا أيضا ورد في عدد من الآثار الواردة عن عدد من الصحابة بأنهم أجازوا تصرفات الفضولي وأذنوا فيها بعد إجرائها، قالوا فهذا عقد قد علق على الرضا ومع ذلك أجازه ومع ذلك أجيز شرعا. ومن ذلك ما ورد عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه وكان والي مكة أنه اشترى دارا من صفوان بن أمية
دارا من صفوان بن أمية ليجعلها سجنا، واشترط في ذلك رضا عمر رضي الله عنه، فهذا عقد موقوف على أمر مستقبلي، ومع ذلك أجازه الصحابة ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أنكر هذا العقد. ومن العقود الموقوفة ما يسمى عند فقهاء الحنابلة ببيع العربون، وهذا العقد وإن كان جمهور أهل العلم يرون المنع منه استناداً لما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إلا أن الصواب إجازته، وحديث النهي حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا بأن هذا العقد قد ورد عن عدد من الصحابة وليس فيه مناقضة ولا مخالفة لشيء من الأدلة الشرعية، فيبقى على الأصل في باب العقود من كونها على الصحة والجواز. فالمقصود أن بيع العربون فيه تعليق للعقد بأمر مستقبلي، فإن هذا العقد في أوله عقد بيع، فإن لم يرضى المشتري بإتمامه انقلب إلى أن يكون من باب التعويضات، فإن الدفعة التي يقوم بدفعها المشتري للبائع إذا لم يرغب المشتري إتمام البيع تنقلب لتكون تعويضاً عن إمساك السلعة في هذه المدة وعدم تمكين البائع من بيعها. فالمقصود أن هذا العقد من العقود الموقوفة، ومع ذلك أجازه الشرع. فتخريج عقد الإجارة المنتهي بالتمليك على هذا التخريج من كونه من العقود من عقود البيع الموقوفة على إتمام سداد أقساط الإجارة سائغ في الشرع وله نظائر كثيرة متعددة. وينبني على هذا التخريج عدد من المسائل، منها أنه لا يصح أن يجعل في هذا العقد دفعة أولى ليس لها مقابل في الزمن الإيجاري، وذلك لأننا نقرر أن هذا العقد عقد إجارة في الزمان الأول، وليس من شأن عقد الإجارة أن يكون هناك دفعة بدون أن يكون هناك مقابل زمني لهذه الدفعة. ولا بأس أن تكون الدفعة الأولى زائدة في مقدارها عن بقية الدفعات والأقساط، وذلك أنه من المعلوم أن السلعة في وقت جدتها يكون لها من الثمن ما لا يكون للسلعة المتقادمة في زمانها. ومن ذلك أيضا أنها لو تلفت في مدة الإجارة بدون تفريط ولا تعد فإنها تتلف في ملك البائع لا في ملك المشتري، لأنه في الزمان الأول لا زال العقد عقد إجارة. فإن قال قائل إذا لم يقم المستأجر بسداد أقساطها فما الحكم حينئذ؟ نقول بأن بائعها أو أن مؤجرها له الحق في استعادتها حينئذ، وذلك أنهما دخلا على التراضي بأن هذا العقد عقد إجارة في زمانه الأول، فلزمهما آثار ذلك العقد. ومن الآثار المترتبة على ذلك
أن الأصل فيما تحتاجه هذه السلعة التي عقد عليها عقد الإيجار المنتهي بالتمليك أن النفقات تكون على المؤجر، إلا أن يكون هناك شرط أو يكون هناك عرف بضد ذلك، ولا بأس أن يكون هناك دفعة أخيرة تدفع، لأن هذه الدفعة الأخيرة جزء من الثمن لكون العقد انقلب ليكون عقد بيع على ما تقدم. ولا يحق للمؤجر أن يوقف العقد أو أن ينهيه، وذلك لأنه قد التزم بكون هذا العقد عقد إجارة فلا بد من تمام مدته، فإذا تمت مدته انقلب ليكون عقد بيع. وهذه المعاملة لها صور كثيرة وتعاملات متعددة، وقد تكون في السيارات وهو من المعاملات المشتهرة، ويؤدي ذلك إلى تملك الناس لحوائجهم من هذه السلع. وقد يكون هذا العقد في المنازل والبيوت، وقد يكون في الآلات التي تحتاج إليها الجهات، ومن ذلك ما لو كان هناك احتياج في مستشفى طبي إلى أجهزة باهظة الثمن فيقومون بوضع هذا العقد عليها، وبالتالي لو قدر أن الجهاز قد تقادم بسبب أنه قد تمكن مطوروه من أن يوجدوا جهازاً جديداً يمكنه أن يفي باحتياجات المستشفى الطبية، فإن المستشفى يحق له إنهاء التعاقد السابق واستبداله بعقد جديد يتعلق بما استجد وما استحدث من الآلات الطبية والمكائن المتعلقة أو التي يحتاج إليها المستشفى. ومن المسائل التي قد يكون لها علاقة ولو عن بعد بالمصارف مسائل جمعيات الموظفين، فإن بعض المصارف قد تتولى إدارة هذه الجمعيات، والمراد بجمعيات الموظفين أن يتفق مجموعة على أن يكون لكل واحد منهم جميع رواتب المجموعة في شهر من الشهور، بحيث يكون لكل واحد من المشاركين فيها رواتب المجموعة في شهر بعينه. ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك 5 زملاء اتفقوا على أن يعقدوا جمعيات الموظفين، فيكون للأول جميع رواتب 5 في الشهر الأول، وللثاني جميع رواتبهم في الشهر الثاني، وللثالث جميع رواتبهم في الشهر الثالث، وللرابع كذلك في الشهر الرابع، وللخامس في الشهر الخامس جميع رواتبهم. هذا النوع من أنواع التعامل هو في حقيقته قرض ورده، فالأول اقترض أخذ راتبه واقترض رواتب 4 الموظفين الذين معه، والثاني رد له الأول قرضه وأخذ من 3 الباقين قروضا، والخامس أخذ من 4 رد ما أقرضهم إياه في الشهر الخامس. إذا تقرر هذا التكييف
فإن جمعيات الموظفين إن كانت على دورة واحدة جاز التعامل بها لأنها قرض ورده، وقد جاء في الشريعة مشروعية القرض والترغيب فيه، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعل القرضين بمثابة الصدقة الواحدة مما يرغب في هذا التعامل. ولكن إن كان التعامل في جمعيات الموظفين على دورتين بحيث تمر عليهم مرتين فيتفقون ابتداءً على إجراء الجمعية في دورتين بحيث يكون للأول أخذ رواتبهم في الشهر الأول والشهر السادس، وللثاني أخذ رواتبهم في الشهر الثاني والسابع، وللثالث أخذ رواتبهم في الشهر الثالث والثامن، وللرابع أخذها في الرابع والتاسع، وللخامس أخذها في الخامس والعاشر، فإن هذا التعامل لا يجوز ولا يحل إن اتفقوا عليه ابتداء. وذلك لأن القرض هنا قد جر نفعا، فكأنه قال له أقرضني بشرط أن أقرضك. وذلك أن باب القرض مبني على الإحسان، فإذا غاير الإنسان بين تعامله في القرض مع مقصود الشرع منع منه، فإنه متى استعمل القرض ليكون وسيلة للتكسب منع منه أو الاستفادة. وجمعيات الموظفين إذا كانت على دورتين لم تجز لكونها قد جرت للإنسان بقرضه نفعا، فإنه يستفيد قرضا مقابل قرضه. لكن لو كانت الجمعية على دورة واحدة فلما انتهت دورتها أرادوا أن يجددوها ويجعلوا لها دورة أخرى، فهذا لا حرج فيه لانفصال كل من المعاملتين عن الأخرى. ومن المسائل المتعلقة بهذا التصرف بهذه المعاملات المالية المصرفية ما قد يوجد عند بعض المصارف، سواء ابتدأت المصارف به في التعامل أو كانت راعية له ما يسمى بالتسويق الهرمي. والتسويق الهرمي في مرات تقوم به بعض المصارف من أجل التكسب، وفي مرات تقوم برعايته، وفي الغالب أن من رعاه من المصارف يرعاه في زمنه الأول، لأن التسويق الهرمي يتساقط بعد مدة من الزمن، وذلك أن التسويق الهرمي يصل إلى أن يكون منعدماً لا يمكن تسديده في زمنه الآخر. والمراد بالتسويق الهرمي أن يقال لمن اشترى سلعة إن أتيت بعدد من الزبائن يشترون فلك نصيب من الثمن الذي يدفعونه، ولك نصيب من الثمن الذي يدفعه من جاء لشراء السلعة من طريق أولئك الأشخاص الذين أحضرتهم. والتسويق الهرمي نوع من أنواع المعاملات المحرمة، وذلك لأن غايته أكل مال بالباطل، فإن التسويق الهرمي بتطاول مدته يعجز أهله عن سداد وإعطاء كل شخص ما له مما اشترطه عليهم في العقد الذي بينه وبينهم، وبالتالي
تنتهي سريعا، ويكون مقصود القائمين عليها تجميع هذه الأموال من أشخاص عديدين، ثم بعد ذلك يقومون بأخذها، فكانت نوعا من أنواع أكل المال بالباطل. وقد جاء في النصوص النهي عن ذلك، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم في هذا العقد ربط عقد بعقد آخر، وذلك أنه اشترطوا عليه أنه لا يحصل على ميزة التسويق الهرمي إلا من اشترى السلعة قبل ذلك، فكان ربط عقد بعقد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم هذا العقد مشتمل على نوع من أنواع الجهالات، فيكون من بيوع الغرر المنهي عنها، فإن هذا المسوق لا يدرى كم سيأتي به من الأشخاص، كم شخص سيأتي به هذا المسوق، وبالتالي كان هذا من العقود الممنوع منها. ووسيلة التخلص من المنع ألا يربط التسويق بالشراء، فيقال للوكيل أو المندوب: كل زبون أو كل شخص تحضره ليشتري منا لك المبلغ الفلاني كعمولة أو قيمة سمسرة تقوم بها، ولا يشترط رأى عليه أن يشتري قبل ذلك. المقصود أنه إذا اشترط عليه الشراء منع من هذا التعامل. والملاحظ لحالات التسويق الهرمي أنها تتلاشى سريعا، وأن كثيرا منها إنما يراد به أكل أموال الناس بالباطل على ما تقدم، فيأتي زمان يعجزون عن أن يقوموا بالوفاء بكل ما لزمهم بحسب العقد الذي يعقدونه. فالمقصود أن هذا النوع من أنواع العقود ممنوع منه في الشرع، ولا يجوز للإنسان الدخول فيه لما فيه من الغرر المنهي عنه شرعا، ولكونه من ربط العقود المتنافية ببعضها. ومما تفعله عدد من المصارف والبنوك ما يسميه فقهاء الحنفية بعقود الاستصناع. المراد بعقود الاستصناع عقد بين من يدفع مالا ومن يقوم بصناعة يقدمها لدافع المال. ووجه الإشكال في هذا العقد أن هذه السلعة المستصنعة لم توجد بعد، والنقود التي تدفع ليست نقودا حاضرة، وإنما قد يكون فيها نقود مؤجلة. وعقد الاستصناع قال به كثير من فقهاء الحنفية، وغيرهم يمنع من أصل العقد، ولكنه يجيز بعض صوره بمسميات أخر غير هذا الاسم. وهذه العقود إما أن تكون عقد إجارة، وإما أن يكون عقد سلم. فأما صورة عقد الإجارة التي تماثل عقد الاستصناع، فصورته أن يقول: استأجرتك لتصنع السلعة الفلانية. وهذا النوع من أنواع العقود، عقود الإجارة المتعلقة بأداء هذا العمل، وارد في أو مذكور في كثير من الكتب الفقهية.
وهذا يقال له عقد الإجارة العام، لأنه يستأجره لأداء عمل أو مهمة، وليس الاستئجار مبنيا على مدة من الزمان. وعقد الإجارة على العمل، عقد الإجارة العامة على عمل، يجيزه الفقهاء وله أصل في الشريعة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنم أهل مكة على قراريطة، وهذا نوع من أنواع عقد الإجارة العام. وهكذا أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط ليذهب معه في هجرته من أجل كونه يعرف الطريق فيدلهم عليه. في حوادث كثيرة قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العقد، عقد الإجارة العام، قال له أحكام في الفقه الإسلامي لا بد من مراعاتها. والتخريج الثاني لهذا العقد هو ما يسمى عند الفقهاء بعقد السلم، وعقد السلم بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر. ومن أمثلة ذلك أن يقول له أعطيك 1000 ريال على أن تعطيني 5 آصع من البر، تدفعها لي في الأجل الفلاني وتكون من النوع الفلاني ومما يكون بالصفة الفلانية إلى غير ذلك مما تضبط به السلع في باب السلم. فالمقصود أن هذا العقد وإن ذكر وهو عقد الاستصناع، وإن ذكر بعض الفقهاء المنع منه، إلا أنهم يجيزون كثيرا من صوره بمسميات أخرى في أبواب فقهية أخرى. وينبني على هذا عدد من الآثار المترتبة عليه لا بد من مراعاتها في هذا الباب. ويماثل هذا العقد ما يسمى بعقود الملكية المتناقصة، وذلك أنه قد يشترك 2 في سلعة ويشترط عليها أن يسدد أقساطاً، تكون هناك سلعة مملوكة لزيد فيريد أن يبيعها على محمد، لكن محمد لا يملك جميع ثمن السلعة، فيقول له أبيعك هذه السلعة بملكية متناقصة بحيث تدفع لي كل شهر 10% من قيمتها، وينتقل إليك ما يماثل ذلك، ما يماثل تلك النسبة من ملكيتها. فهنا ملكية متناقصة تتناقص بمضي الزمن. فهكذا قد يشتري المصرف سلعة ثم يقوم ببيعها بهذا النوع من أنواع التعاملات، وهو جائز لأنه نوع من أنواع البيوع، إذ لا يشترط في عقد البيع أن يكون متوجهاً للسلعة بجميع أجزائها، بل يجوز بيع جزء من السلعة وإن لم يتضمن العقد جميع أجزائها. فالمقصود أن مثل هذا العقد مشمول بالنصوص الشرعية الواردة بأن عقد البيع على الحل والجواز، من مثل قوله تعالى وأحل الله البيع. ومن المعاملات البنكية ما يسمى بالاعتماد
المستندي، والمراد بهذا أن يكون هناك شخصان لهما أو بينهما عقد بيع، ويكون أحد الشخصين في بلد والآخر في بلد آخر، وكل منهما لا يعرف الآخر أو لا يثق به، فحينئذ يخشون من ضياع حقوقهم، فالأول يدفع الثمن والثاني يرسل السلعة، فقد لا يفي أحدهما بما اشترطه على نفسه، إما أن يستلم الأول السلعة بدون أن يرسل الثمن، وإما أن يستلم الثاني الثمن بدون أن يرسل السلعة، فيدخلون المصرف بينهما بحيث يعطي المصرف اعتماداً مستندياً يتعهد به المصرف للمستفيد أن يدفع له حقه، والمستفيد هنا المشتري، فيتعهد المصرف للمستفيد الذي هو يتعهد المصرف للمستفيد الذي هو البائع بأن يدفع له ثمن السلعة، ويكون ذلك بطلب من المشتري، ويشترط أن يقدم المشتري أن يقدم البائع المستندات اللازمة التي تثبت أنه قد سلم السلعة. والاعتماد المستندي على أنواع: النوع الأول أن يكون المشتري قد دفع للمصرف كامل قيمة الصفقة، فهو في هذه الحال أجير، يكون المصرف في هذه الحال أجير، يقوم بنقل الثمن من المشتري للبائع، ومثل هذا يكيف على أنه عقد إجارة، يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة عنه. ومن أنواعه أن لا يقوم المشتري بدفع الثمن للمصرف، فيكون المصرف في هذه الحال ضامناً لهذا المبلغ ليدفع للبائع. والضمان عقد جائز في الشريعة، ويستدل عليه الفقهاء بعدد من النصوص، كقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذا عقد ضمان، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شرع من قبلنا الذي جاء في شرعنا، ولم يأتي في شرعنا ما ينسخه، بل جاء في شرعنا ما يقرره ويثبته. ولكن الفقهاء يرون أن الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لئلا يكون هناك نوع من أنواع الربا، وذلك أن المصرف في هذه الحال يأخذ هذه الأجرة، فيكون بمثابة من دفع 100 وأخذ 110، ولذلك يمنع الفقهاء من أخذ الأجرة على الضمان. هذه شيء من المعاملات المصرفية التي قد تتعامل بها المصارف، وبيان شيء من التكييف الفقهي لها، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث في هذه المعاملات المصرفية في الغد بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأسبغ الله عليكم نعمه، وفتح الله لكم أبواب الخيرات والأرزاق، وأغناكم الله بحلاله عن حرامه، وكفاكم بفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا عيشا رغيدا لجميع المسلمين،
وحياة هانئة لهم، ونسأله جل وعلا أن يرزقهم الاستعداد ليوم المعاد، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين ليكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.